لو الجزمة الجلد بتاعتك متدمرة بالشكل ده ازاي ترجعها تاني بتلمع؟ بس قبل ما تقفل الفيديو وانت مش مشترك في القناة اشترك في القناة كده تهتم بالفاشن بالفيتنس باللايف ستايل، فمنساش اشترك. اول حاجة لو الشوز بتاعك متبهدل عليه تراب عليه طينة عليه مية ازاي تنضفه في الاول؟ اول حاجة انت هتجيب سفنجة بس حاول تجيبها ناعمة عشان ما تأذيش الشوز، وبعد كده هتستخدم اي صابون سائل، اي صابون سائل مفيش، ممكن تستخدم كيس شامبو عادي. وبعد كده زي ما باين معاك هتبدا تغسل الشوز وما تحاولش تجيب عليه ميه. بعد ما بتغسل الشوز ما تحاولش تجيب عليها ميه، يعني ما تنشفهاش بالميه، هتنشفها بمنديل او تنشفها باي تي شيرت قديم عندك. وبعد كده هتسيب الشوز ينشف، وبعد ما الشوز ينشف يجي وقت التلميع، ممكن تلمعها بالفرشه والورنيش. طبعا افترض ان انت مش عايز تستخدم الفرشه والورنيش وعايز تنجز وتجيب من الاخر، تستخدم ايه؟ انت هتستخدم ورنيش سائل اسهل بكتير من ورنيش الفرشة. كل اللي انت هتعمله انك هتضغط ضغطة وتبدأ تلمع الشوز. حاول تلمع الشوز في اتجاه نازل لتحت، ما تحاولش تلمعه يكون دائري. وفي النهاية اتمنى الفيديو يكون فادك وعجبك. لو عجبك الفيديو اشترك في القناة وشارك، اعمل لايك لو فيديو عجبك، اعمل ديسلايك لو فيديو عجبكش، انزل في الكومنت واسألني وانا هرد على السؤال اللي انت عايز. اشوفكم في فيديو جديد، سلام.